داخل الحرم الجامعي وخارج أسوار الحرم الجامعي بالنسبة لكافة الشوارع المحيطة بجامعة الأزهر. مراسل التلفزيون مصطفى عبد الفتاح من جامعة الأزهر. ترأس اليوم رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي اجتماع مجلس المحافظين لبحث استعدادات المحافظات وكافة الجهات المعنية للاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 من يناير المقبل. كذلك يبحث المجلس عددا من الملفات المهمة التي تهم المواطنين وسبل تقديم الخدمات اليومية لهم بشكل جيد وتوفير الاحتياجات والسلع الأساسية والمحروقات والبوتاجاز. وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن الاجتماع سيناقش أيضا التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة وكذلك المتوسطة وما تمت إزالته من تعديات على الأراضي الزراعية والوضع الحالي لتوزيع اسطوانات البوتاجاز والحالة التموينية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من هيئة الاستثمار آيات عبد اللطيف مراسلة أنيل. آيات، ماذا لديك عما يعني أفرزه الاجتماع من توجيهات بشأن الاستعداد للاستفتاء أو للتيسير على المواطنين في الخدمات اليومية المقدمة إليهم في حال كان الاجتماع قد بدأ بالفعل أو انتهت فعالياته؟ الاجتماع بدأ بالفعل منذ الساعة 10:30 وحتى الآن هو مغلق ولم ينتهي بعد، وربما ينتهي بعد ساعة أو ساعتين. ولكن يعني ما ورد إلينا من معلومات أن هذا الاجتماع سيناقش العديد من الأمور المتعلقة بالمحافظات، خاصة آخر المستجدات وما يحدث من أعمال شعب وعنف ومواجهة المحافظات للتظاهرات التي تتم، أيضا استعدادات المحافظات للنشاط على الاستفتاء يوم 10 و15 من يناير المقبل واستعدادات الجهات المعنية للإشراف على الاستفتاء وأمور أخرى. يعني علمنا أنها سيتم مناقشتها مثل يعني توسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما ذكرتم في الخبر، يعني ما تم من إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والحالة التموينية في المحافظات، توزيع الاسطوانات البوتاجاز وأيضا توفير مياه الري وغيرها من الموضوعات التي تخص المحافظات. هي متابعة لأعمال يعني المحافظين داخل محافظاتهم، ولكن الأهم والأبرز في هذا الاجتماع هو الإشراف على الاستفتاء. أشكرك على هذه المتابعة آيات عبد اللطيف متابعة من هيئة الاستثمار. نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية في صد محاولة لتهريب 40 سجينا أثناء عودتهم لسجن برج العرب بعد عرضهم على محكمة المنشية في الإسكندرية. وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية إن 3 سيارات يستقلها مجموعة من الملثمين اعترضوا سيارة الترحيلات وأطلقوا عيرة نارية باتجاهها. وأضاف المصدر أن المجموعة القتالية المكلفة بتأمين سيارة الترحيلات قامت بتبادل إطلاق نيران مع المهاجمين وسيطرت على الموقف، غير أن الجناة تمكنوا من تهريب سجينين. ونتحول الآن مباشرة لنقل المؤتمر الصحفي الذي يعقده سالفا كير رئيس جنوب السودان بعد إحباط المحاولة الانقلابية هناك. ما بنعرفش عن ما يمشي في المستشفى، فده حالات خاصة لازم إنه ناس الأمن يراعوا في الوقت. أما في الحالة إنه يحصل تحقيقات ويثبت على إنه زول مجرم حيمشي المحاكم عشان إنه يستجيب على جرائمه، كلام ده ما داري ناسس دولة بتاعت الفوضى، داري ناسس دولة القانون. المشكلة دول انه بيشيل البنوبية بتاعه عشان انه يمشي يستولى على الإذاعة ولا التلفزيون ويقول انه انا خلاص شيلت الحكم الوقت بتاع الانقلابات انتهى، فحاولوا انه توصل الخبر ده لأخوان بتاعي لأنه they are behind time. كلام ده فاتك
كلام ده جربوه قبل كده ساعه لما كنا في الغابه لما نايم من الزنطه جربوا انهم يعملوا الانقلاب ما يسمى بالانقلاب. التاكتكس بتاع الطلبه دي ما جارين وعنهم زي ما انا قلت الجيش مسيطر على الموقف وكل الناس انورطوا في الجريمه دي هيعتقل كلهم حتى بعدها بيوم كل زول يمشي يبرئ نفسه في المحكمه. شكرا جزيلا. Yes, ladies and gentlemen of the press, will allow only two questions. Yes, behind there. Thank you. شكرا سيد الرئيس. مابيور شريلو MBC العربية. هل ألقيتم القبض على أي شخص؟ أنت قلت أنهم they are hiding. هل قبضتم؟ يعني هناك بعض المرات بتشير أن تم القبض على بعض منهم. سؤال أول. السؤال الثاني إحصائية القتلة. نعلم قيل برضو أن هناك في ناس استشهدوا في العملية اللي تمت في القيادة العامة. Thank you. Well, حتى لو تم القبض على جزء منه ما هنوري انه قبضنا كم وهم مظلومين لانه العمليه ليست جاريه. فنحن لما يتم القبض على الجماعه كلهم هو هنوري اسماء الدوله لكن مش حسن. اما كلام بدل الخسائر برضو انه انا ما على استعداد ما اشوف البدايه لكن يعني نوري الخسائر. طبعا اي حرب لازم يكون في خسائر والخسائر ليس ما محصوره. لما ننحاصر هنيجي نقول لكم. سمير بول سي تي في. ما مصير الدكتور رياض مشار خاصا في اقاويل قالوا هو لجا للسفاره الامريكيه؟ انا ما بعرف دي معلومه. لو لجا للسفاره الامريكيه معناته هو سيف طبعا. هناك ما اعرف في سفاره امريكيه كان نطلعه برا هناك. اوكي سؤال خلاص عادي لنتائج اجتماع مجلس التحرير امبارح. يقال انه طلع بمخرجات وافق على التعديلات واجاز موافقه اقاله فاغانو. طبعا انا ما بعرف عربي اوكي نو بروبلم. وانا ما بعرف انه معنى الاقاله ذاته معنى الاقاله ذاته معنى الاقاله انه دول انه الاقاله هذه انه بتضم حاجات كثير حتى انه تقول لي زول معاش. ف الهدف من الاجتماعات بتاعت مجلس التحرير الوطني ده كان أجندة واحدة بس إنه بيزك دوكيومنت بتاع البارتي اللي هو المانيفستو وكونستيوشن الدستور والميثاق بتاع العمل بتاع الحركة الشعبية ده يا هو الاثنين كان نادوه الاجتماع كان هجادل يجي يساعده لانه المكتب السياسي صادق عليهم في شهر ثلاثة لكن ما لقينا الفرصة بتاع المجلس التحرير الوطني كان يجلس ويصدق على كلام العمل المكتب السياسي. فنحن جينا صدقنا عليهم كله ما في تعديلات
عملوه. لو في اي تعديلات بتعمل معهم هاي ما في حاجه كبيره. اوكي شكرا جزيلا. شكرا. كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده سالفا كير رئيس جنوب السودان بعد إحباط المحاولة الانقلابية ضده في جنوب السودان. نستكمل مشاهدينا الكرام بانوراما 12 ونتحول إلى سوريا. قتل 76 شخصا من بينهم 28 طفلا جراء غارات للطيران السوري ببراميل متفجرة على مدينة حلب شمالية البلاد حسبما أعلن المرصد السوري. وقال شهود عيان في مدن حلب إن الطائرات المروحية استهدفت 12 منطقة في 25 برميلا متفجرا، مشيرين إلى أن الغارات تركزت على حي دوار الحيدرية. وفي الوقت نفسه أفادت لجان التنسيق المحلية السورية بارتفاع حصيلة قتل الأمس في إلى 148 شخصا معظمهم في حلب ودمشق وريفها. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن المساعدات الأمريكية غير الفتاكة للجيش السوري الحر في شمال سوريا قد تستأنف قريبا. وأضاف كيري أن المعارك بين أطراف المعارضة السورية أعطت الفرصة لتنامي دور المجموعات المتطرفة، مشيرا إلى أن بعض المناطق السورية باتت تقع بشكل كامل تحت سيطرة القاعدة على حد قوله. تصريحات كيري تأتي بعد أيام من تعليق واشنطن هذا النوع من المساعدات في أعقاب سيطرة الجبهة الإسلامية على مخازن سلاح للجيش السوري الحر. نشرتنا مستمرة وفيها من الأخبار بعد الفاصل: مقتل جندي إسرائيلي إثر إطلاق النار على الحدود مع لبنان، وإسرائيل تطلق النار على مركز للأمن العام اللبناني في معبر رأس الناقورة.